والله يا خالد، مو البيت على راسي وما عندي، الله يشهد علي، لا راتب لا معين. خلي رضيني مقتدى سيد الكاظمي، والله انا عندي 2 شهداء راحوا. كفي لك الاكبر، ما عندي، العالم تعطف علي وكل العالم تدري تشهد علي. لقمه خبز ما عندي اكل. هاي الناس الخير اللي يوزعون يدزونا، يعني هذا حال العراقي؟ ليش اهل الخارج انهزموا ويدزونهم ملايين؟ ليش احنا خالينا بالضم الجوع يا خاله؟ ليش خاله؟ ليش؟ ليش احنا مو بشر وذاك ما بشر؟ ها؟ تعال شوف حالتي وقعدتي وشوف الزوبية ودمروني دمار. وانا عندي مال جلدتين وقلب. اي هذا كله يدموا علي لو ما ابني صار اسبوع. اقول لهم الطعوف اذني هسه اذني القاعده بين، يقول لي لا هذا مو من حقك، حق الدوله، وانا اشتريته والله فلوس. اني من الكاظمية. لا لا، من حق الدوله، مو عراقيه. لا انا مو عراقيه، جوز يهودي اني وما ادري. ايش ما ادريني؟ انا اشتريته والله بفلوس حصه ابويا وقعدت بي. كفي لك هذا الله و12 امام. انا الاخوه شهداء. واحد فقد ما له كل راتب بلا معين، وواحد لا عنده شهداء. يعني بعد شطين بعد الوطن. بعد شطي ورجلي 20 سنه خدم بالعسكر، يا شطاني. ايش عطلي وهذا ابني بطل من المدرسه على مود يعيني يوم اكو 10 ماكو. كفي لك الاكبر، وعندي بنيه طالبه درد ابطلها، ما عندي فلوس مدرسه اوديها. ليش هيجي؟ ايش قال لولد؟ يقول لي ولدي، يقول لي تطلعين هذا البيت يتفلش. وفلشوه؟ اي فلشوه. هذا وقع علي كلياته. هذا حتى القران هنا، هذا اي هو ذري منهم القران. يما يعرفون قران لو يعرفون قران، هاي العالم الناس الفقره عندها والله ما حطوا عقرب هالطولاته. كفي لك الزهره وابوها. الناس عندها وتقعد بهاي الخيسة